وهنا غادي ندوزو نحضرو الطرطه اولا الكيك ديالنا. هنا غادي نقدم لكم المقادير. عندي هنايا العبار ديال كاس عنبه، يعني كاس عنبه ديال الزيت، كاس عنبه ديال السنيده، كاس عنبه ديال عصير الليمون، عندي قشور ديال الليمون، وعندي فياغورت طبيعي، وكاس عنبه ديال السنيده يهمنا الكونسيتا، وياغورت طبيعي، وثلاثه ديال البيضات، وجوج خمارات ديال الارزه او لا ديال اللي كان، وفاني وحده، وثلاثه مع ثلاثه الكيسان ديال عنبه الدقيق ممتاز او ديال الحلويات. نعاود لكم البنات، عندي كاس عنبه ديال السنيده، كاس عنبه ديال الزيت، كاس عنبه ديال عصير الليمون، قشور حامضه، قشور ليمون، وياغورت طبيعي، وجوج خمارات ديال الارزه، وفاني وحده، وثلاثه المعالق ديال الدقيق فورس ممتاز. هادو هما المقادير اللي كندير في هاد الكيك البنات. المهم بالنسبه الاخوات اللي داقوا هاد الكيك راهو ما عارفين رسوم، غيتفرجوا في هاد الفيديو. هادو هما المقادير اللي درت فيهم، ما زدت عليهم ما نقص، وما نعاودش لكم البنات، راه المذاق رائع اكثر من رائع. تبعوا دابا معايا الطريقه، راه سهله، كيك عادي، كنخلطوا المقادير مع بعضياتها وكنخويهم في المول وكندخلوهم الفران. البنات هو الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفران وغادي نزينو. هنايا جبت لاصوص كراميل اللي حضرته قبل، غادي ندهن به الوجه ديال الكيك كيف ما كنشوفو، باش غادي نزين الوجه ديالها. وزين عاوتاني كيبقى لكم الاختيار البنات، يعني ماشي بالضروره انكم ديروا بحالي، كتزينوا باش ما بغيتو. كيف ما كتشوفو هنايا غادي ندهن الوجه ديال الكيك بلاصوص، ومن بعد غادي ندير ليه هاد الشوكولاتة. هذا غادي نزينو به اللي صايبتو، دوبتو، دوبت معاه شويه ديال الحليب، وضفت له شويه ديال هاد لاصوص هذا باش كتجي البنات نقية وكتجي لذيذة وبنينة.